أهلا بكم من جديد. فيما يتعلق بالقرارات السعودية الأخيرة، النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأنه كل من يتم التحقيق معهم لهم حقوقهم الكاملة، ولكن كمواطنين عاديين وليس لهم أي تفضيل لأنهم أمراء أو لأنهم وزراء سواء حاليين أو سابقين. هنا في مصر الحقيقة أن احنا تأكدنا واستطلعنا من المصادر المصرفية ومصادر البورصة إن كان هناك أي تأثير على ما حدث في السعودية، خاصة وأن هناك مستثمرين سعوديين كثر لهم استثمارات هنا في مصر. فالمصادر أكدت لنا أولا إن القطاع المصرفي المصري لم يتلقى حتى هذه اللحظة أي تعليمات تتعلق بقائمة المستثمرين أو حساباتهم أو ما يتعلق بحساباتهم الشخصية أو حسابات الشركات التي يساهم بها. أيضا تأكدنا من أنه لم تصدر أي قرارات أو لا، وليس هناك أي إجراءات بشأن حسابات المستثمرين السعوديين الذين يتم التحقيق معهم حاليا. الأمر الثاني أيضا فيما يتعلق بالبورصة، والبورصة بعض الأسهم تأثرت ممن لهم علاقة بهؤلاء المستثمرين، ولكن برضو تأكدنا من البورصة أنه لم تصلهم أي جهة أو لم يتلقوا أي إخطارات فيما يتعلق بتجميد أكواد أو أرصدة تخص هؤلاء المستثمرين السعوديين ممن تردد الأنباء عن احتجازهم. التحقيقات لسه مستمرة، مش كل معلوماتنا بتقول إن مش كل الناس في فندق الريتز كارلتون، البعض في منازله بيروحوا التحقيق وبيرجعوا. و حتى هذه اللحظة هذه تحقيقات في تهم موجودة على الوسائل الإعلام السعودية، تهم فساد، تهم اختلاس، تهم رشوة، تهم استغلال للمنصب، في تهم عديدة جدا تعود لي حتى ترسية عقود، تعود لي عقود وهمية مثلا فيما يتعلق بقضية السيول 2009، مرض كورونا وفيروس كورونا اللي أودى بحياة 800 من المواطنين وغير المواطنين في السعودية منذ عدة سنوات. يعني في قضايا كثيرة بيتم التحقيق فيها، ولكن كل هذه القضايا ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر بها قرار حتى هذه اللحظة. النهاردة أربع شركات تابعة لشيخ صالح كامل في مصر قالت لنا أننا نمارس أعملنا بشكل طبيعي ولم نتأثر بالقرارات السعودية. يعني مثلا بنك البركة تراجع أداء السهم النهاردة في البورصة المصرية حوالي نص بوينت 5% او فاصل 5%، نص في المية تقريبا. والبنك قال في بيان صحفي ارسله للبورصة ان الشيخ صالح كامل ليس له علاقة مباشرة مع البنك في هيكل ملكيته بصفته الشخصية، وان هو اضاف انه ليس ضمن اعضاء مجلس ادارة البنك، وبالتالي ليس هناك اي اثر على البنك ايا كانت الاحداث الجارية في المملكة. ايضا شركة مصر الاسماعيلية للدواجن قالت انه في بيان ايضا للبورصة انها ليس لديها علم بما نشر في الصحف السعودية عن توقيف الشيخ صالح كامل، واضافت ان الادارة التنفيذية للشركة مستقلة تماما عن مساهميها وتمارس الشركة عملها بشكل اعتيادي وفقا للقوانين والاجراءات. اداء سهم المصرية للدواجن تراجع بنسبة 1.7%. شركة الملتقى العربي للاستثمارات قالت ان الادارة التنفيذية للشركة مستقلة تماما عن مساهميها وتمارس أعمالها بشكل اعتيادي وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة، وأداء السهم أيضا تراجع بحوالي 9%. العربية للصناعات الهندسية قالت أيضا في بيان لها أن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة وعلى الشركات، وأنه الشيخ صالح بيشارك عبر شركة الملتقى المملوكة له. أداء السهم العربية للصناعات
الصناعات الهندسية الحقيقة ارتفع بنسبة 7.3%. سهم طلعت مصطفى استمر في التراجع لليوم الثاني على التوالي ب4.1% النهاردة. شركة الطيار السعودية التي تردد أيضا توقيف مالكها أمس قالت أنها مستمرة في أعمالها رغم تردد الأنباء عن احتجاز مؤسسها، وسهم الطيار تراجع بحوالي 10%. وطبعا هم لهم سهم أيضا وده السهم موجود في المملكة السعودية، هم لهم طبعا استثمارات موجودة في مصر، ولكن الطيار أعلنت أنها ولها مساهمات كثيرة، ولكن أعلنت الشركة أنه يعني انها مستمرة في اعمالها، وقدمت بيان للبورصة في السعودية. التراجع 10% ده كان في بورصة السعودية، اعلن في بيان استمرار اعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها والتزامها الكامل بكافة الانظمة واللوائح بعد الانباء التي ترددت عن ضم رجل اعمال ناصر الطيار عضو مجلس ادارة غير التنفيذي للقائمة. بورصات الخليجية عندنا السعودية ارتفعت بنسبة 0.1%. سهم المملكة المملوك للوليد بن طلال، طبعا المملكة اللي هي يرأسها الوليد بن طلال، تراجع لليوم الثاني بنسبة 5.2%. سهم التصنيع الوطنية تراجع بنسبة 1%. أسهم صالح كامل عسير تراجعت 2.2%. دلة الصحية ارتفع بنسبة 0.7%. الطيار زي ما قلنا لكم تراجع بنسبة 9.9%، بينما الكويت شهدت تراجعات، دبي تراجعات كلها بسيطة، أبو ظبي، قطر والبحرين كلها تراجعات طفيفة. خلونا نسأل بقى عن الاستثمارات في الخارج. البورصة في الخارج من الواضح أنها يعني لم يكن لها تأثر كبير، خاصة وأنه يعني مساهمات الوليد بن طلال مثلا هي مساهمات نتكلم في 5% 4%، سواء ما بين فوكس، سواء ما بين أبل، سواء ما بين شركات أخرى.